إصابة 7 أشخاص بينهم 3 ضباط هاجمهم مريض نفسي بمدينة تولوز الفرنسية. والشكر في لندن للمشاركة في المؤتمر السداسي حول ليبيا. نشرة أخبار 10 مساء من أونلايف، أهلا بكم. أهلا بك بسمة وأهلا بكم مشاهدينا، وتتابعون الآن جانبا من جلسة مجلس الأمن الدولية حول الأوضاع الأمنية في إفريقيا. شكرا جزيلا يا سيادة الرئيس. بادئة بدء أتوجه بالشكر إلى وكيل الأمين العام للشؤون السياسية السيد فلثمان وكذلك السيدة فاطمة شيخ إمام على إحاطتيهما. نرحب بعقد هذا الاجتماع الذي يسمح لنا بالتركيز بصفة خاصة على حوض بحيرة تشاد، ومن نافلة القول أننا كنا بحاجة إلى التركيز على هذه الأزمة الخطيرة التي لم يتطرق إليها الإعلام بشكل كبير. الأزمة في حوض بحيرة تشاد متعددة الأبعاد، ومن ثم علينا أن نتطرق إلى جميع أسبابها في آن معا، لأنها كلها أسباب مترابطة ببعضها. الأمر يتعلق بالوضع الأمني، بالوضع الإنساني، بحقوق الإنسان، بتغير المناخ، بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم علينا أن نضع منهجا متكاملا للتطرق لهذه الأزمة بشكل مسؤول. نهنئ دول حوض بحيرة تشاد على جهودها الكبيرة لمواجهة التحديات رغم افتقار هذه البلدان إلى الموارد الضرورية، ونقر بالدور الهام الذي يطلع به الشركاء الدوليون وكذلك وكالات الأمم المتحدة التي تسعى إلى تعبئة الموارد في المنطقة. بالنسبة إلى القضية الأمنية، فإن فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات تطلع بدور هام لمكافحة بوكو حرام، وتم إحراز تقدم كبير، وإنه لخير مثال على أن الجهود الإقليمية عندما تكون منسقة فهي تسمح بالفعل بمواجهة مثل هذه الأزمات. فالواقع أن من يسعون إلى زعزعة الاستقرار هنا يعبرون الحدود وينتهكون حقوق الإنسان في مجتمعات محلية بأسرها. وبالطبع فإن المرأة والفتاة والأطفال هم الأكثر تأثرا بذلك كله. كذلك فإن القوة المشتركة لمجموعة الخمسة والساحل ستطلع بدور بالغ الأهمية أيضا في مكافحة الإرهاب. بيد أننا قلقون إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، وكانت هناك مزاعم بارتكاب فرقة العمل المشتركة متعددة الجنسيات في هذا الصدد، ومن طرف قوات من دول الجوار في منطقة بحيرة تشاد. ومن ثم فإن أوروغواي تدعو إلى التحقق من أن جميع الأنشطة الأمنية ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب تتم في امتثال كامل لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وينبغي تقديم كل الضمانات وأن تكون هناك حماية حقيقية لضحايا هذه الانتهاكات. السيد الرئيس، إن وضع المرأة في حوض بحيرة تشاد يستوجب أن نوليه اهتماما خاصا، وذلك بالنظر إلى الهشاشة التي تعيش فيها المرأة في هذه المنطقة بسبب أنشطة بوكو حرام الإرهابية، وإننا نرى استخداما منتظما للعنف الجنسي كواحد من تكتيكات الإرهابيين، وهناك عمليات اختطاف وانتهاكات جنسية بحق آلاف الفتيات والنساء، وهناك أيضا استعانة متزايدة بالنساء كانتحاريات. نتحدث هنا عن الأطفال الذين أصبحوا بمثابة قنابل حقيقية، قنابل موقوتة، وبالتالي علينا أن نواجه الأثر الإنساني لهذه الأزمة الخطيرة. ينبغي أن يكون هناك ريادة حقيقية للمرأة، وأن تشارك المرأة بشكل كامل، وأن يكون هناك مساواة بين الجنسين لتحقيق السلام.
هذا جزء لا يتجزأ من مكافحة التطرف العنيف، وسيساعد ذلك على إعادة بسط سيطرة الدولة على كامل أراضي البلاد وكذلك حماية حقوق الإنسان. ثمة بعض النقاط التي تستوجب أن نليها اهتماما خاصا، ولا سيما تقديم الدعم لضحايا العنف الجنسي ومواجهة الوصمة التي ألصقت بهؤلاء، وكذلك تقديم خدمات متصلة بالصحة الإنجابية والجنسية وكذلك التعليم في هذا المجال. والواقع أن الضحايا هم من ضحايا الإرهاب، وبالتالي ينبغي أن تحظى المرأة في هذا الصدد بكل المساعدة والعناية الضرورية. إن حوض بحيرة تشاد منذ عدة سنوات يواجه أزمة متعددة الأبعاد، وهي أزمة هيكلية، ومن ثم ينبغي التركيز على الأنشطة الإنمائية التي ستسمح بتقليل التهديد الإرهابي وبتقديم المساعدات الغذائية للسكان، وكل ذلك سيساعد على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل. كان هذا جانبا من جلسة مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الأمنية في إفريقيا. وعودة إلى سياق هذه النشرة، حيث أصيب 7 أشخاص بينهم 3 من رجال الشرطة الفرنسية، هاجمهم مريض نفسي بمدينة تولوز الفرنسية. بدأ الرجل المسلح بسكين والذي يبلغ من العمر 42 عاما بضرب متسوقين بأحد المراكز التجارية بمدينة تولوز قبل اعتقاله من قبل الشرطة، وأسفر هذا الحادث عن إصابة مدنيين ونقلهم للمستشفى، ولم تحدث وفيات. وقالت الشرطة الفرنسية أن منفذ الحادث خرج من مستشفى للطلب النفسي للطب النفسي في أبريل. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوات الجيش في ميانمار إلى وقف العنف ضد مسلمي روهينجا، معربا عن إدانته للعمليات العسكرية في إقليم أراكان. ووصف غوتيريش خلال مؤتمر صحفي له الوضع الإنساني هناك بالكارثي، داعيا جميع الدول إلى تقديم المساعدات الإنسانية. كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن تجارب كوريا الشمالية النووية أدت إلى زعزعة الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وأعلن أن الأمم المتحدة بصدد تأسيس لجنة مراقبة لتعزيز الوساطات الدولية. قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يتابع قضية مسلمي روهينجا عن كثب، مناشدا مجلس الأمن إلى بحث الموقف سريعا وبمنتهى الجدية. أتابع موضوع ميانمار عن كثب، وأنا زرت ولاية أراكين عدة مرات قبل أن أتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي أشعر بمعاناة هؤلاء الناس، ونحن نواجه موقفا كارثيا، وأناشد مجلس الأمن سرعة بحث هذا الموقف بمنتهى الجدية. حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن وباء الكوليرا الذي يجتاح اليمن يمكن أن يصيب نحو 850 ألف شخص بحلول نهاية 2017. وقال روبير مارديني ممثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية إن الوباء بلغ مستويات مقلقة، ومع أن انتشار الوباء تراجع قليلا خلال الأشهر الأخيرة لأنه لا يزال خارجا عن السيطرة. ونعود إلى الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن حول الأوضاع الأمنية في إفريقيا، وتتابعون كلمة السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة. هو إقامة التعاون القضائي للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، والجهود الجارية لتوفير الحماية ودعم اللاجئين والنازحين داخليا وعودتهم إلى ديارهم، وتحرير الفتيات المحتجزات من قبل جماعة بوكو حرام. كما ضربت دول المنطقة مثالا يحتذى به في جهود التصدي والاستجابة لخطر الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلدانهم، من خلال تيسير عمليات نفاذ المساعدات الإنسانية إلى الأماكن المتأثرة بالأزمة الإنسانية، وتقديم مساهمات مالية للاستجابة للأزمة، واستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين داخل أراضيها. ويساورنا القلق العميق إزاء الأزمة الإنسانية بمنطقة شمال شرق نيجيريا، وتؤثر قرابة 5.2 مليون فرد بأزمة غذائية حادة قد تصل إلى حد المجاعة.
وتجدد مصر مناشدتها لمجتمع المانحين الدوليين سرعة الوفاء بتعهداتهم المعلن عنها في مؤتمر أوسلو أوائل العام الجاري للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية محققة، وتحث كافة المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية مضاعفة الجهود من أجل التصدي والاستجابة لهذه الأزمة. كما تعرب مصر عن شكرها للسكرتير العام للأمم المتحدة على جهوده المبذولة في إطار رفع الوعي المبكر ببوادر الأزمة خلال العام الجاري وحاجة التمويل اللازم للتصدي لها. السيد الرئيس، إن نشجب بأشد العبارات كافة صور وحالات انتهاك حقوق الإنسان الناتجة عن الأعمال الهمجية التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية بوكو حرام في حق سكان وشعوب منطقة حوض بحيرة تشاد، وخاصة تلك الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة والفتيات والأطفال وما أصاب البنية التحتية وخاصة التعليمية والصحية من تدمير، وتطالب بمثول كافة مرتكبي تلك الأعمال وداعميهم إلى العدالة وعدم التراخي في تقديمهم للمحاسبة ضمانا لعدم إفلاتهم من العقاب. وعلى جانب متصل نود الإشارة إلى أنه رغم ما حققته القوى المتعددة الجنسيات من إنجازات في إطار التصدي لخطر جماعة بوكو حرام، إلا أنها لا تزال في حاجة لمزيد من دعم المجتمع الدولي لجهودها لإعادة الاستقرار في منطقة حوض بحيرة تشاد. وتحث مصر كافة الشركاء الدوليين والإقليميين إلى تقديم المزيد من الدعم للقوة متعددة الجنسيات على كافة الأصعدة المادية والتدريبية واللوجستية وفي مجال بناء القدرات، كما تدعو كافة الشركاء للقيام للوفاء بتعهداتهم المعلن عنها في مؤتمر المانحين لدعم القوة متعددة الجنسيات والتي عقد في أديس أبابا في الأول من فبراير 2016 من أجل إنشاء صندوق أفريكان تراست فور مالتي ناشونال جوينت تاسك فورس التابع للاتحاد الإفريقي من تقديم الدعم للقوة. وشكرا سيد الرئيس. دعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف العنف في ميانمار، وأعربت الدول الخمسة عشر الأعضاء بالمجلس عن القلق العميق من الأوضاع الحالية بولاية راخينة. جاء ذلك في ختام جلسته المغلقة الأولى منذ بدء موجة التهجير الواسعة لمسلمي روهينجا في أغسطس الماضي. كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش طالب سلطات ميانمار خلال مؤتمر صحفي له بتعليق العمل العسكري وإنهاء العنف ضد مسلمي روهينجا في البلد الذي تسكنه أغلبية بوذية. وقد دعت مصر مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة تطورات أزمة مسلمي روهينجا في ميانمار. وأوضح بيان للخارجية أن كل من السويد وبريطانيا شاركتا مصر في طلب عقد الجلسة وبشكل عاجل بإذن العمل على وقف نزيف الدماء والحد من أعمال العنف والتهجير الجارية في ولاية راخين، وصولا إلى إيجاد حل عادل يشمل منع حل منتمين لأقلية روهينجا حقوقهم المشروعة ويضمن أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى ديارهم وتسهيل نفاذ ووصول المساعدة الإنسانية لهم. أقيم في العاصمة البولندية وارسو مؤتمرا بعنوان أوقفوا إرهاب قطر، حيث قال أحمد الفضلي رئيس تيار الاستقلال إنه يجب تجميد أموال قطر في البنوك الأوروبية، فضلا عن حث دول الأوروبية على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة. كما شهد المؤتمر الإعلان عما سماه المشاركون بدأ أعمال الحركة العالمية لمواجهة إرهاب قطر. قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري انه ناقش مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الحاليه لموسكو اهميه تحقيق الاستقرار في سوريا من خلال مناطق خفض التصعيد. واضاف الحريري في مؤتمر صحفي ان لقاءه ببوتين تطرق الى تطوير العلاقات بين البلدين على جميع المستويات خاصه في المجال العسكري.
تم إخلاء نحو 10 مواقع أو 10 مواقع في العاصمة الروسية موسكو إثر إنذارات من مجهولين أو مجهولين بوجود قنابل، بينها محطات قطارات ياروسلافسكي وكيفسكي قرب الساحة الحمراء. بدأت سلسلة الاتصالات من مجهولين الاثنين خصوصا في القسم الغربي قبل أن تنتقل في اليوم التالي لبقية أنحاء البلاد، لتصل الأربعاء لموسكو وعدد من المدن في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي. بلغ عدد الأشخاص الذين أجلوا نحو 45,000 شخص في مجمل روسيا، في حين استهدفت 27 مدينة روسية بالإنذارات من دون أن يتم العثور على أي قنبلة. أكد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القضية الليبية هي الأهم بالنسبة له في تلك الفترة، مشيرا إلى أن الفرصة متاحة لجميع الأطراف المعنية للوصول إلى حل شامل ونبذ الفرقة بين الأطراف الليبيين وصولا إلى السلام والاستقرار في ليبيا. بخصوص الملف الليبي، أعتقد أن هناك فرصة لتحقيق تقدم كبير على المدى القريب، وأعتقد أن الفرصة متاحة للتوافق بين الأطراف، وأناشد كل الدول التي لها تأثير في الملف الليبي، كما أناشد الليبيين أنفسهم أن يستثمروا تلك الفرصة المتاحة وأن يتخطوا حواجز الفرقة والاتجاه نحو الحلول. وأعلم أن المبعوث الخاص لدى ليبيا يعمل بجهد بين الأطراف الليبية، وينبغي استثمار جميع الفرص لإعادة السلام والاستقرار إلى هذه الدولة. التقى المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري بنائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين شرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، وذلك بمقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو. شهد اللقاء شرح المسماري لحرب الجيش الليبي على الإرهاب والعلاقات الليبية الروسية وملفات تسليح وتدريب الجيش الليبي. ومن جانبه أكد بوغدانوف أن الجيش الليبي هو حصن الدولة الليبية في مواجهة خطر الإرهاب. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى لندن للمشاركة في اجتماع وزاري سداسي لمتابعة تطورات الأزمة الليبية. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماع سيحضره وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والإمارات، فضلا عن مبعوث الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات الوضع في ليبيا لتوجيه دفعة لجهود تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد. وفي مداخلة هاتفية مع أولايف، قال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد إن مصر لديها باع طويلة في حل الأزمة الليبية ولم شمل الفرقاء الليبيين. وأشاد أبو زيد بالدور المحوري والمهم الذي يقوم به المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة لحل الأزمة الليبية. الجهد الذي تقوم به مصر هو جهد مهم تقدره الدول الإقليمية والأطراف الدولية المختلفة، جهد يتم بالتنسيق مع دول الجوار الجغرافي ليبيا، وبالتالي المشاركة المصرية هنا مشاركة هامة، وسوف تؤكد مصر من خلالها على أهمية توفير الدعم الدولي لجهود دول الجوار. بالتالي يجب أن ينظر إلى الدور الذي يقوم به السيد غسان سلامة باعتباره دورا هاما ومحوريا، ويعكس التوافق الدولي حول التعامل مع الأزمة الليبية. ويأتي اجتماع لندن السداسي بشأن الأزمة الليبية والذي يستغرق 2 بناء على مبادرة بريطانية تستهدف توجيه دفعة لجهود تحقيق المصالحة في ليبيا والدفع نحو تنفيذ اتفاق السخيرات وتأكيد على محورية دور الأمم المتحدة، لا سيما قبل انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الخاص بليبيا الذي دعا إليه سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. تواصل الدبلوماسية العالمية جهودها المكثفة من أجل العمل على عودة الأمن والاستقرار في الأراضي الليبية، والعمل على تهيئة المناخ السياسي الملائم من أجل مواصلة الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في ليبيا. وفي هذا الإطار تستضيف العاصمة البريطانية لندن الاجتماع الوزاري السداسي لدفع جهود تحقيق المصالحة الوطنية. الاجتماع يستغرق 2 بحضور وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والإمارات، فضلا عن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
ويهدف الاجتماع إلى التعرف على رؤية المبعوث الأممي غسان سلامة بشأن آخر مستجدات الوضع في ليبيا، والاطلاع على نتائج المشاورات التي قام بها المبعوث الأممي مع الأطراف الليبية المختلفة واتصالاته الإقليمية والدولية، فضلا عن تنسيق الجهود والتحركات التي تقوم بها الأطراف الإقليمية والدولية بهدف إنهاء حالة الانقسام وتعزيز بناء التوافق والمصالحة الوطنية في ليبيا. أما عن المشاركة المصرية فتأتي كونها الطرف الأكثر فعالية في هذا الملف من خلال جهودها الدؤوبة لإيجاد حل للأزمة وتوافق بين كل الأطراف، وهي تتحرك من مبدأ ثابت وهو إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها. الجامعة العربية ومن خلال أمينها العام أحمد أبو الغيط كانت تحركاتها ساعية نحو تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية. الجامعة تتابع الوضع بدقة عبر مبعوثي الشخصي ومن خلال عضويتها في المجموعة الرباعية المعنية بليبيا. إن الأوضاع هناك ما زالت بعيدة عن الاستقرار الذي ننشده جميعا، إلا أن محاولات صادقة تبذل من أجل لم الشمل والوصول إلى كلمة سواء بين الفرقاء. وما أرصده اليوم هو أن هناك تقاربا أكثر مقارنة بما مضى بين المواقف الدولية والعربية إزاء الأزمة الليبية وسبيل الخروج منها. مع كل يوم جديد يولد حلم كبير للشعب الليبي في إنهاء الانقسام واستعادة كامل مؤسسات الدولة، فبعدما يقارب 7 سنوات عجاف عانى منها ويلات الحرب وتوقف عجلة الحياة، يبقى الأمل معقودا في انتظار حل لأزمة طال أمدها. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي مباشرة من بنغازي الإعلامي الليبي فوزي نجم. سيد فوزي أهلا بك معنا في أون لايف، يعني غدا في لندن البطل هو غسان سلامة، الهدف الأساسي لهذا الاجتماع هو التعرف على آخر المستجدات التي جرت من خلال لقاءاته المتعددة مع الأطراف الليبية والدولية، طبعا بالإضافة إلى المستجدات الأخرى على الساحة الليبية. برأيك ما الأوراق التي يحملها غسان سلامة في حقيبته متوجها بها إلى لندن لهذا الاجتماع السداسي؟ أولا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك. بالنسبة للسيد غسان سلامة يعني ينطلق من حوصلة كافة عملية الاستكشاف التي قام بها للمواقف والفرقاء في المشهد الليبي كافة، وهنا يريد أن يقدم تقرير أو انطباعه عن تقديري لكل موقف من المواقف الفرقاء في المشهد السياسي الليبي. كما أن سيد غسان سلامة بدأ تحركات جيدة في الأسبوعين الماضيين، بدأ يستكشف بعملية جس نبض لكافة الأطراف ومدى قبولهم للجلوس على طاولة المفاوضات. غسان سلامة يطرح فكرة أساسية وهي مبدأ أساسي وهو مطالب به الطرف الآخر، وهو مجموعة الصقور المطالبة بفتح اتفاق الصخيرات للتعديل لإجراء بعض التعديلات الجذرية والأساسية فيه. غسان سلامة ينطلق من أمر آخر أساسي وهو إعادة إشراك قوى شعبية وسياسية أخرى استبعدت في ملف الصخيرات كطرف جديد يعني في رسم خارطة سياسية جديدة في ليبيا. وبالتالي يبدو لي أن السيد غسان سلامة لديه يعني حوصلة جيدة، وأن جعبة غسان سلامة مليئة بالأفكار وبالانطباعات، وبالتالي نأمل أن في هذه اليومين القادمين أن تتبلور رؤية نهائية للسيد غسان سلامة حول المشهد الليبي، وأن يبدأ في تقديم حلول وليس تشخيص أزمات فقط، يعني لا يكتفي بأنه يشخص الأزمة، عليه أن يقدم حلول. لأنني أعتقد شخصيا أن السيد غسان سلامة الآن يمر بمرحلة صعبة، المرحلة أصبحت هناك مطالبات بفتح ملف الصخيرات، وهناك طرف آخر يكتسب يعني شرعية من ملف الصخيرات، وبالتالي حذر جدا في هذا الملف. وبالتالي السيد غسان سلامة الآن يسير بخطى يعني حذرة على حبل السرك في يعني وعصات التوازن، في ذلك هو موقف يعني على مسافة واحدة من جميع الأطراف. نعم. طيب أستاذ غسان سلامة في أكثر من مقابلة صحفية في الفترة الأخيرة على مدار الأسبوع الماضي بدأ منزعجا كثيرا من كثرة المبادرات التي تتقدم بها دول سماها أوروبية وغير أوروبية، وقال تعبيرا يعني
أعجبني شخصين إن كثرة أطهاء قد تفسد الطبخة. ما الذي كان يعني أستاذ غسان سلامة، وهل يود أن تكون النافذة الأممية والحل الأممي فقط هو الحل الوحيد المطروح طبعا إلى جانب دول الجوار وعلى رأسها مصر؟ طبعا كي أكون صريح معك، يعني السيد غسان سلامة يتحدث على الطبخة، ولكن ماذا نفعل لو أن المطبخ ليس له طباخ، وبالتالي كل سيطبخ طبخة على مقاسه وعلى حسب ذوقه، وبالتالي نحن أصبحنا في المشهد الليبي مشهد مركب من الفوضى، فوضى داخلية في تشظي الرؤية السياسية من الداخل لشكل الدولة ونظام الحكم، وبالتالي هناك رفض قاطع مثلا في برقة لمشروع الدستور أو ما يسمى مشروع كشلاف الدستوري، وهناك قبول له في المنطقة الغربية، هناك تشظي مجتمعي، هناك تشظي سياسي، هناك تشظي على مستوى العرقي، يعني طبو وطوارق والأمازيغ قاطعوا مشروع الدستور، هناك طبعا تدخلات خارجية تعبث من المشهد الليبي وتحرك كثير من الأطراف المرتبطة بها وبأجندتها في المشهد الليبي الداخلي، وبالتالي الملف الليبي ليس ملف ليبي خالص، كما أنه ليس ملف خارجي خالص، وبالتالي هناك محاولة، يجب أن يكون هناك محاولة لفهم طبيعة الصراع داخل ليبيا على ضوء المعطيات المجتمعية التاريخية والانقسامات الحقيقية المجتمعية داخل المجتمع الليبي، وفهم والأخذ بعين الاعتبار التخوفات الداخلية من هيمنة كل طرف مناطقي على طرف الآخر، أو من كل طرف يعني أيديولوجي على طرف الآخر، وهناك تخوفات على الخارجية لهيمنة دولة على مصالحها دون أو استفرادها بالكعكة الليبية دون باقي دون مراعاة لمصالح الدول الأخرى بالذات الدول العظمى، وبالتالي أنا أرى أن قصة مبادرة كثرة مبادرات ناجمة عن اختلاف المصالح في الملف الليبي من الداخل ومن الخارج. الأهم هو ماذا؟ هل غسان سلامة لو وحدوا كل المبادرات في مبادرة الأمم المتحدة واختزلوا في مبادرة الأمم المتحدة هل ستنجح؟ حدث ذلك عند في ملف لما كان مسك الملف كوبلر، وحدث ذلك في الصخيرات. هل نجح الصخيرات؟ الصخيرات فشل. هل يستطيع غسان سلامة أن ينتج صخيرات جديدة على ضوء معطيات جديدة موضوعية وحقيقية وبدأ كثيرا أن كوبلر طيف أكثر في المشهد؟ مراقبون رأوا أن مارتن كوبلر كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعثر الحل الأممية أو تعثر إحراز أي تقدم في الملف الليبي، لأنه كان يبدو أنه ينحاز لطرف على حساب طرف آخر. نعم هو صحيح، يعني كوبلر وما قبل ليون استمع إلى طرف مقابل الطرف الآخر، ولكن ليس هذا العامل الأساسي في إجهاض المحاولات والمبادرات في الشأن الليبي. الشأن الليبي تتدخل فيه دول عظمى محركة وقوية في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وفي مؤسسات، وهنا من الدول المتنفذة الدول العشرين الاقتصادية المتنفذة في العالم، ولها مصالح يعني موضوعية ومصالح اقتصادية كبيرة ومطامع في الاقتصاد الليبي، وبالتالي هنا كل دولة تنطلق من مصالحها الخاصة. هذا الأمر هو الذي أجهض كافة محاولات لتقريب وجهات النظر. لا. الملف الليبي مازلت أقول ملف الليبي ليس ملف ليبي بالكامل، ملف الليبي 90% منه هو ملف دول عظمى تتصارع على مصالحها الجيوبوليتيكية والاقتصادية والسياسية في داخل الليبي وتشكيل الدولة الليبية وفق رؤيتها السياسية ووفق مصالحها، وبالتالي يجب يكون الحوار حوار حقيقي وموضوعي بين الفرقاء، ليس الداخليين ولكن الفرقاء الحقيقيين المختلفة مصالحهم على المستوى الدولي في الأجندة الليبية وفي الملف الليبي. أنا أعتقد أن هناك إذا وصلت المبادرة إلى الأمم المتحدة سوف تعمل دول بعينها وعلى رأس أمريكا وبريطانيا لإجهاض المحاولة الأممية من جديد، لأنها تريد احتكار الملف الليبي لدى أمريكا وبريطانيا بالشكل الخاص. جيد أن حضرتك ذكرت المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ماذا بشأن موسكو الذي بدأ كثيرا أنه في الفترة الأخيرة أصبح طولي اهتماما للملف الليبي، وكان المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري قد التقى حتى لو كان زيارة غير رسمية ولا لقاء رسمي بمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف. نضيف إلى ذلك أيضا الاهتمام الذي يوليه أنطونيو غوتيريش نفسه السكرتير العام للأمم المتحدة، وحتى أنه طالب بجلسة خاصة ستعقد لمناقشة الملف الليبي طبعا في اجتماعات الجمعية العمومية. هل كل هذا ربما يشكل أي بادرة إيجابية لتحقيق التقدم في هذا الملف على الساحة السياسية؟
التوجه الليبي أو توجه يعني طيف أو مؤسسة الجيش إلى موسكو هي محاولة لفك الحصار لا سيما على التسليح يعني تسليح الجيش، وهذا نتفهمه في هذا الإطار، كما أنه أصبح لا ملجأ. يعني هناك يعني بريطانيا وأمريكا يختطفان الملف الليبي بشكل أصبح واضح وصريح. هناك الصراع الإيطالي الفرنسي بشركة إيني وشركة توتال وما أتبعه وتأثيره في السياسة الإيطالية والسياسة الفرنسية وتشكيلها للسياسة الخارجية في كلا البلدين، وأصبح الصراع قائم وواضح وصريح يعني ومعلن في الملف الليبي. نعم. هناك أصبح الآن الأجندة الأمريكية البريطانية في 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 الملف الليبي وإبعاد روسيا عن هذا الملف ويعني خلق حالة حصار كاملة على الجيش، تسليح الجيش، على التعامل مع الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان وهي الحكومة الشرعية ذات السيادة المعترف بها داخليا، وعلى البرلمان الليبي وإيقاع حتى عقوبات على رئيس الدولة الليبية سيد المستشار عقيلة صالح. وبالتالي هناك محاولة لفك هذا الحصار بالالتجاء إلى أطراف أخرى دولية قد تخفف من تأثير هذا الحصار وهذا الاحتكار أو الاختطاف البريطاني الأمريكي للملف الليبي والتأثير فيه منفردين أمريكا وبريطانيا واستبعاد بقية الفرقاء الدوليين أو الشركاء الدوليين في الملف الليبي لحل الأزمة الليبية. شكرا لك، كنت معي مباشرة من بني غزي الإعلامي الليبي السيد فوزي نجم. إذن نشرتنا مستمرة من أونلاين وتشاهدون فيها بعد فاصل قصير. مقتل 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار في مدرسة عليا قرب واشنطن. أهلا بكم من جديد. أهلا ومرحبا بكم. قتل 6 أشخاص تعرضوا لإطلاق نار في مدرسة عليا قرب مدينة سبوكان في واشنطن. قالت الشرطة الأمريكية إن الضباط قاموا بالرد على إطلاق نار في مدرسة فريمان العليا في روكفورد بواشنطن دون الكشف عن وجود إصابات في صفوفها من عدمه أو مصير مطلق رصاص. وقال بعض شهود العيان إنه تم إجلاء المدرسة عقب إطلاق 4 رصاصات على الأقل. في العاصمة اليونانية أثينا بدأت اليوم اجتماعات اللجنة المصرية اليونانية بشأن متابعة مصالح العاملين بالبلدين في مجال الضمان الاجتماعي. تدور المناقشات على مدى 3 أيام حول الموضوعات المتعلقة بتحويل اشتراكات الضمان الاجتماعي وفقا للاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان في مجال الضمان الاجتماعي. تستقبل القاهرة وفدا من حركة فتح لبحث سبل إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل. يضم الوفد كلا من عزام الأحمد عضو المجلس الثوري ورئيس الكتلة البرلمانية لحركة فتح وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح وروحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الدولية بالحركة. وصل السفير الإيطالي الجديد لدى مصر جيان باولو كانتيني إلى مطار القاهرة الدولي لتقديم أوراق اعتماد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة. يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني أبلغ رئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي رغبة بلاده في عودة السفير الإيطالي إلى مصر.
قتل شخص وأصيب 6 آخرون بينهم جنديان في تفجيرين منفصلين في العاصمة العراقية بغداد. وأوضح مصدر أمني أن التفجير الأول وقع قرب معامل الطابوق بمنطقة نهروان شرقي بغداد وأسفر عن مقتل مدني وإصابة 4 آخرين، بينما وقع التفجير الثاني بمنطقة صدر اليوسفية جنوبي بغداد أثناء مرور دورية للجيش وأسفر عن إصابة جنديين. قتل 14 شخصا في قصف لقوات التحالف الدولي استهدف مدينة رقة السورية. إلى هذا تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على مواقع في حي الثكنة وسط مدينة رقة بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش. على صعيد آخر، تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي داعش في منطقتي الحويقة والجفرة بدير الزور. قتل 6 عناصر من حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة إثر تنفيذ الجيش الأمريكي 3 ضربات جوية. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في بيان لها أنها قامت بالعملية في جنوب الصومال على بعد نحو 260 كيلومترا جنوبي العاصمة مقديشو. هذا وفقدت حركة الشباب سيطرتها على معظم المدن والبلدات الصومالية منذ طردها من مقديشو عام 2011، لكنها لا تزال تحتفظ بتواجد قوي في مناطق بجنوب ووسط البلاد. نشرتنا الإخبارية ما زالت متواصلة وتتابعون معنا بعد قليل. باريس تستضيف أولمبياد 2024 ولوس أنجلوس تحصل على ألعاب 2028. أهلا بكم من جديد ومرحبا بكم. منحت اللجنة الأولمبية الدولية حق استضافة أولمبياد 2024 الصيفي إلى باريس، كما أعطت نسخة 2028 إلى لوس أنجلوس بعد تصويت في جلسة للجمعية العمومية في ليما عاصمة بيرو. وستستضيف باريس التي نظمت الأولمبياد مرتين من قبل الحدث بعد 100 عام من آخر مرة استضافت فيها الألعاب في 1924، وستنظم لوس أنجلوس الأولمبياد لثالث مرة أيضا بعد 1932 و 1984. رحلة باريس كانت صعبة من أجل الحصول على شرف تنظيم الأولمبياد. نتابع. مرات عديدة تسعى باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في أعوام 1992 و2008 و2012 إلى أن حصلت على استضافتها لعام 2024 بعد 100 عام من آخر مرة أقيمت في باريس عام 1924. ولمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. بعد محاولة عدة حصلت العاصمة الفرنسية باريس على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024، بينما حظيت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بتنظيم البطولة عام 2028 بعدما منحتهما اللجنة الأولمبية الدولية حق التنظيم. كانت مدينة باريس ولوس أنجلوس المرشحتين الوحيدتين لاستضافة أولمبياد 2024، والذي من المقرر أن تختار اللجنة الأولمبية الدولية المدينة المضيفة في سبتمبر من العام المقبل. إلا أن لوس أنجلوس أعلنت طلب استضافة دورة 2028، ما جعل من باريس المرشحة الوحيدة ل 2024، ولم تكن هناك أي مدن أخرى مرشحة لنسختي 2024 و 2028.
وكان التصويت مجرد إجراء روتيني. أولمبياد 2028، باريس 24، لوس أنجلوس 28. وكشف توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن التصويت لصالح المدينتين كان بالإجماع. كان باريس قد طلبت من قبل استضافة أولمبياد 1992 و2008 و2012، ولكنها لم تحظى بالتنظيم. وكان لوجود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دور مهم في حسم أولمبياد 2024 لصالح العاصمة الفرنسية، والتي تبلغ ميزانيتها الإجمالية للألعاب 6 مليارات و800 مليون يورو، بعد أن تحدث في رسالة بالفيديو في جمعية عمومية غير عادية للجنة الأولمبية الدولية في يوليو الماضي. أما أولمبياد 2028 فقد منحتها اللجنة الأولمبية الدولية للوس أنجلوس، وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها حق استضافة الألعاب قبل 11 عاما على موعدها، والتي حددت ميزانيتها ب5 مليارات و300 مليون دولار، وهي الخطة التي كانت تعدها من أجل 2024. لكن اللجنة الأولمبية الدولية كانت حريصة على ضمان مستقبل منتجها الأساسي، حتى لو كان عن طريق منح حق استضافة نسختين في الوقت نفسه، بعد أن سحبت بوسطن وبودابست وروما وهامبورغ عروضها في منتصف السباق في ظل مخاوف من التكلفة العالية والمعارضة المحلية. دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تركيا إلى الإفراج عن الصحفيين الأوروبيين المحتجزين لديها، وطلب يونكر في خطابه السنوي أمام البرلمان الأوروبي أنقرة بالكف عن وصف رؤساء الدول والحكومات في أوروبا بأنهم فاشيون ونازيون. وأعرب رئيس المفوضية في كلمته عن تأييده لاستحداث منصب لوزير المالية والاقتصاد للاتحاد الأوروبي، داعيا إلى إنشاء سلطة مشتركة لضبط سوق العمل. استمرارا لسياسة الطوارئ، أمرت السلطات التركية باعتقال 79 موظفا سابقا في مدارس بزعم صلة بمحاولة التمرد على أردوغان العام الماضي. المعتقلون وجه لهم اتهام بالتواصل مع المعارض التركي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية عبد الله جولان عن طريق استخدام تطبيق رسائل نصية مشفرة يستخدمها جولان. قتل 3 أشخاص على الأقل بينهم شرطي، وأصيب 5 آخرون بجروح حيث فجر انتحاري نفسه قرب أحد الملاعب في كابول بحسب ما أعلنت الشرطة الأفغانية. وقال المتحدث باسم الشرطة إن القوات الأمنية قد ضحت بنفسها لمنع المهاجم من الوصول إلى الحشود داخل الملعب والتسبب بكارثة. وعدت كوريا الشمالية بتسريع برامجها العسكرية المحظورة ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الأمن الدولي بعد تجربة نووية 6 والأكبر لبيونغ يانغ. تبنى مجلس الأمن بالإجماع حزمة 8 من العقوبات على كوريا الشمالية تفرض حظرا على استيراد النسيج منها وتضع قيودا على تزويدها بمنتجات النفط. وأثار الاختبار النووي 6 بإدانات دولية عديدة حيث جاء بعد إطلاق صاروخين باليستيين عابرين للقارات في يوليو الماضي. افتتح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لاجيك دورة العاديات 72 تحت عنوان التركيز على الشعوب السعي إلى تحقيق السلام للجميع على كوكب مستدام. ومن المقرر أن تناقش هذه الدورة 150 قضية من بينها تحقيق النمو الاقتصادي وصيانة السلام والأمن الدوليين وتنمية أفريقيا وتعزيز حقوق الإنسان وتنسيق الفعال لجهود المساعدة الإنسانية وتعزيز العدالة والقانون الدولي ونزع السلاح ومنع الجريمة ومكافحة الإرهاب الدولي بجميع أشكاله ومظاهره. تستضيف جامعة الدول العربية غدا للمرة الأولى احتفالية النسخة 7 من جائزة الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة للعمل التطوعي، والتي تقام بالتزامن مع اليوم العربي للتطوع. سيتم من خلالها تكريم 15 شخصية عربية بناء على إسهاماتهم التطوعية على المستوى المحلي والوطني. وقال الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الأونلايف إن الجائزة هدفها تكريس العمل التطوعي في العالم العربي. الحقيقة هي الجائزة هدفها الرئيسي اللي احنا نريد أن نكرس سمة العمل التطوعي في مجتمعاتنا وفي شعوبنا، فإن شاء الله أن الله بيقدرنا في خدمة بلداننا وخدمة بلدنا في التقدم والازدهار. وإحنا متفائلين خير في الشباب البحريني والشباب العربي، وإن شاء الله أن هناك مزيد من التطور والنجاح إن شاء الله.
تسلمت مسلمة من أقلية الملايو مقاليد رئاسة في سنغافورة لتصبح أول امرأة تتبوأ المنصب الفخري وسط انتقادات لاختيارها من دون انتخابات. ووصلت حليمة يعقوب رئيسة البرلمان السابقة بالتزكية إلى سدة الرئاسة بعد إزاحة منافسين لم يستوفيا الشروط المطلوبة. تسلمت حليمة يعقوب مقاليد الرئاسة في سنغافورة بالتزكية لتصبح أول امرأة تتبوأ هذا المنصب الشرفي وسط انتقادات لاختيارها بدون انتخابات. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تولى فرد من أقلية الملايو المسلمة الرئاسة منذ التعديل الدستوري الذي أجري عام 2016، حيث كان آخر شخص من الملايو يشغل المنصب هو يوسف إسحاق الذي تولى المنصب في الفترة بين عام 1965 وعام 1970، والذي تزين صورته أوراق النقد في البلاد، حيث قررت إدارة الانتخابات أن تكون الرئاسة محجوزة هذه المرة للمرشحين من أقلية الملايو بهدف ضمان مشاركة أكبر للأقليات القومية والدينية. وطبقا لقواعد الترشيح تأهلت حليمة تلقائيا للمنصب بعد منافسة مع 4 مرشحين، 2 منهم ليس من الملايو، بينما لم يحصل الآخران على شهادة تأهيل للمنافسة على المنصب. وفي أول تصريح لها بعد تولي مقاليد الحكم أكدت حليمة أنه رغم عدم انتخابها إلا أن التزامها بالعمل على خدمة المواطنين لن يتغير. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه نجح في أول تدريبات لإطلاق صاروخ تروس أو صاروخ تروس طويل المدى ضمن مناورات بالذخيرة الحية. وأوضح بيان للجيش أن الصاروخ الألماني الصنع أطلق من مقاتلة F-15 وحلق على ارتفاع منخفض نحو الهدف المحدد قبالة سواحل البلاد الغربية للبلاد، مشيرا إلى أن الصاروخ قادر على ضرب أهداف على بعد 500 كيلومتر، ولديه تقنية خاصة تتيح له تجنب اكتشافه من قبل الرادارات الكورية الشمالية. رفضت المعارضة الفنزويلية المشاركة في أي محادثات مباشرة مع رئيس البلاد نيكولاس مادورو حتى توافق الحكومة على عدد من المطالب، من بينها التعامل مع الأزمة الإنسانية في البلاد وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين. كان مادورو قد أبدى في وقت سابق استعداده لإجراء محادثات مع المعارضة في جمهورية الدومينيكان المجاورة لوادي فتيل، الأزمة المتصاعد منذ أبريل الماضي التي أوقعت 130 قتيلا على الأقل. إذن وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، ولكن تتبقى تذكرة بأهم العناوين. غوتيريش يطالب ميانمار بوقف العنف ضد الروهينجا ويدين تجارب كوريا الشمالية. إصابة 7 أشخاص بينهم 3 ضباط هاجمهم مريض نفسي بمدينة تولوز الفرنسية. شكري في لندن للمشاركة في المؤتمر السداسي حول ليبيا. ختم هذه النشرة الإخبارية، ولقاء إخباري تالي مع بسمة بعد دقائق من الآن.